نعم بالفعل الاحتلال أو الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت مساء هذا اليوم ومنذ ساعة من الآن على مدرسة الفلوجة الأساسية الواقعة في غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأدى هذا الاستهداف إلى يعني إلى ارتقاء 15 شهيدا وعشرات الإصابات، كما أنه يجري البحث عن مفقودين وفق التحديث الميداني للدفاع المدني. في هذا الاستهداف الذي جاء في ظل استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا الطائرات المسيرة التي ما زالت تحوم في الأجواء، توجهت سيارات الإسعاف والطوارئ إلى مكان الاستهداف وقامت بنقل جثامين الشهداء والإصابات إلى مجمع كمال عدوان الطبي في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. الجثامين وقد وصلت إلى المستشفى عبارة عن أشلاء مقطعة، حقيقة كان من الصعب التعرف على هوية هؤلاء الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، حيث كانت هناك إصابات حرجة أيضا تم نقلها إلى الأقسام الحساسة داخل هذه المستشفى لتلقي العلاج في ظل الإمكانيات الطبية الصعبة التي تواجهها المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة. جاء هذا الاستهداف بعد أن أغارت أيضا الطائرات الحربية منذ فجر هذا اليوم تحديدا الساعات الأولى، حيث قامت باستهداف منزل في منطقة حارة اليفوية في وسط معسكر جباليا. هذا الاستهداف الذي أدى إلى ارتقاء يعني شهيد وعدد من الإصابات أيضا تم نقلهم إلى مجمع كمال عدوان الطبي. هذه الاستهدافات الإسرائيلية تأتي يعني في ظل استمرار سياسة الاستهداف الممنهج لمراكز الإيواء ولمنازل المواطنين التي يتم استهدافها في ساعات الليل المتأخرة أو حتى في ساعات المساء، كما شاهدنا في هذه المجزرة الأخيرة التي وقعت بحق النازحين بعد أن قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ساحة مدرسة الفلوجة الأساسية. الجدير ذكر هنا أن هذا الاستهداف جاء لهذه المدرسة التي تجاور أيضا مدارس أخرى تضم آلاف النازحين، وبالتالي أي عملية استهداف لهذه المدارس فبالتالي قد توقع العشرات من الشهداء والإصابات يتم نقلهم إلى مستشفيات شمال قطاع غزة. هذه الاستهدافات الإسرائيلية تأتي في ظل استمرار السياسة الممنهجة والمتبعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ونحن قد تخطينا 350 يوما على التوالي من عمليات الاستهداف لمنازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيهم، وبالتالي قد نجد جميع الضحايا هم من الأطفال والنساء والشيوخ كما شاهدنا في الحالات التي وصلت إلى مستشفيات شمال قطاع غزة. نتحدث أيضا عن عمليات القصف من قبل سلاح المدفعية الإسرائيلي الذي يتمركز في المناطق الغربية لشمال قطاع غزة وتحديدا بلدة بيت لاهيا، التي شهدت خلال 48 ساعة الماضية عملية توغل واضحة من قبل الآليات الإسرائيلية التي تمركزت في محيط منطقة الشيماء في بيت لاهيا وقامت بعمليات تجريف واستهداف لمنازل المواطنين، وكان هناك تجريف وفق المصادر الرسمية أكثر من 500 دنم زراعي، وبالتالي هذا أثر على واقع الحياة الإنسانية في شمال القطاع. شكرا جزيلا لك حمزة حماد مراسل غد، كنت معنا من شمال القطاع.